للوزارة أداء العمل المنوط لها على أكمل وجه. ولذلك تم إصدار عدد 55 قرار وزاري لشغل تلك الوظائف، وبينها كالتالي: عدد 1 معاون وزير، 3 رئيس قطاع، 8 رئيس إدارة مركزية، 4 مدير عام، 12 مدير معهد، 3 مدير مزرعة إفريقية خارج البلاد، 24 مدير مديرية زراعة وطب بيطري. كما تم الاستغناء عن 85% من القيادات العاملة ممن تجاوزوا سن التقاعد، ومستهدف نهو باقي الإجراءات خلال الثلاث أشهر القادمة. ثانياً، إفادة الباحثين والمهندسين الزراعيين للخارج للتدريب والاستفادة من الخبرات الأجنبية في نقل التكنولوجيا الزراعية، حيث تم إفادة 36 باحث في الآونة الأخيرة لحضور دورات تدريبية وورش عمل بالخارج. كما تم السماح لسفر المختصين بعدد 98 مهندس زراعي ودكتور بيطري للإشراف على الواردات المصرية قمح، التهاوي، البطاطس خارج البلاد، وذلك بكل من روسيا والهند وفرنسا وبوليفيا وهولندا وتركيا والبرازيل ونيوزيلندا وأوروغواي والولايات المتحدة ورومانيا وبلغاريا وبعض الدول الإفريقية. وفي مجال المتابعات الميدانية لسير العمل بالمديريات والجمعيات الزراعية، فقد قمنا بزيارات ميدانية مفاجئة خلال الأشهر الماضية برفقة السادة المحافظين ورؤساء وأعضاء لجان الزراعة والري بمجلس النواب والشيوخ للمديريات والجمعيات الزراعية، واللقاء مع المزارعين والاستماع إلى آرائهم وشكواهم. وقد تم ذلك ببعض المحافظات مثل البحيرة والمنوفية ومطروح وشمال سيناء والدهلية، مع تكرار الزيارات في مواقع أخرى بمحافظات المنوفية والبحيرة، وذلك للوقوف على المشاكل على الطبيعة وحتى نتمكن من تحديد أولويات العمل لخدمة المزارعين والتخفيف على كاهل المواطنين وتشجيعهم على زيادة الإنتاجية الزراعية. ثانياً، إجراءات وزارة الزراعة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة. استهدفنا التعامل مع هذا الملف من خلال تنفيذ عدة برامج ضمن برنامج الحكومة المصرية. أولاً، دعم مشروعات استصلاح الأراضي وتنمية المناطق الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية. يساهم هذا المحور على زيادة الرقعة الزراعية وزيادة المساحة المحصولية، بما يمكننا من تحسين نسبة الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، فضلاً عن إقامة مجتمعات زراعية عمرانية جديدة توفر الكثير من فرص العمل. كما يعتبر هذا المحور أهم الدعائم الرئيسية في إتاحة آفاق جديدة للاستثمار في المجالات الزراعية، بعزيمة قوية وبدعم متواصل ومتابعة دقيقة من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. فقد استطاعت الدولة المصرية خلال الخمس سنوات الأخيرة تحقيق زيادة في الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، والمستهدف في خطة الدولة الوصول إلى 4 مليون فدان من خلال استكمال المشروعات القومية للتوسع الأفقي، ومن أهمها مشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بمنطقة الدلتا الجديدة بمساحة 2.2 مليون فدان، شمال ووسط سيناء بمساحة 456 ألف فدان، سنابل وسنون بأسوان مساحة 650 ألف فدان، ومشروعات تنمية الريف المصري الجديد بمساحة 1.5 مليون فدان، ومشروع تشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد وشرق العوينات وغيرها. وفي ظل نقص الموارد المائية العذبة، فقد لجأت الدولة المصرية إلى معالجة وتدوير مياه الصرف الزراعي وإعادة استخدامها في الزراعات، بالإضافة إلى مصادر المياه الجوفية المحدودة، حيث أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات في إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لتوفير مياه الري. من أهم المحطات محطة بحر البقر بطاقة 5.6 مليون متر مكعب يومياً، محطة المحسمة بطاقة 1.2 مليون متر مكعب، محطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون متر مكعب، فضلاً عن تطبيق الممارسات الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيقات نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي. وقامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر لدعم مشروعات التوسع الأفقي بإنشاء وحدات بحثية في مناطق الاستصلاح الجديدة، وندب الخبراء المتخصصين من المراكز البحثية التابعة للوزارة للعمل بها
وكذلك توفير التقاوي ومستلزمات الإنتاج اللازمة للزراعة في المشروعات القومية، وأيضاً في إطار جهود الدولة في دمج أبناء سيناء في التنمية الشاملة، تم تنفيذ عدد 17 تجمع تنموي زراعي جديدة بشبه جزيرة سيناء، بواقع 7 تجمعات بجنوب سيناء و10 تجمعات بشمال سيناء. يستفيد من هذه التجمعات بطريقة مباشرة حوالي 2122 أسرة من أبناء سيناء والمحافظات الأخرى، بواقع 5 أبدنة ومنزل لكل مستفيد وأسرة. كما تم إنشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية تعمل على تقديم الدعم الفني والخدمات الإرشادية لمشروعات التنمية الزراعية بشبه جزيرة سيناء الغالية، بالإضافة لاعتماد عدد 2 جمعية تعاونية زراعية في مركزي الحسنة ونخل لخدمة مزارعي التجمعات الزراعية الجديدة وبإشراف من وزارة الزراعة. وقد امتدت جهود وزارة الزراعة إلى المناطق الحدودية النائية، خاصة محافظة مطروح، من خلال خطة طموحة لاستغلال مياه الأمطار والسيول وتنمية الوديان في مناطق الزراعة على الأمطار وتحسين المراعي الطبيعية وتنمية المجتمعات البدوية، مع تأهيل المرأة البدوية وتفعيل مشاركتها في برامج التنمية الريفية. خلال 3 أشهر الماضية تم الانتهاء من إنشاء 430 بئر نشو وخزان لحصاد وتخزين مياه الأمطار بسعة تخزينية 51600 متر مكعب للموسم الواحد، وهذه الأبار تخدم عدد 430 أسرة بدوية بعدد 2150 نسمة، وتنمية الوادي بطول 10 كيلو متر طولي، وإنشاء عدد 120 سد أسمنتي لخدمة 600 نسمة من البدو. كما تم تنفيذ 6 قوافل بيطرية في مطروح، وتم توزيع عدد 120 كبش محصن وراثيا لمربي الأغنام، ودعم المناطق بسيارات عيادات بيطرية متنقلة لخدمة أهالي مطروح. تم دعم عدد 1400 سيدة بدوية بأنشطة تنموية مدرة للدخل، دعم إجراءات التوسع الرأسي، استنباط أصناف جديدة. خلال السنوات السابقة تم استنباط 60 صنف وهجن لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان. كما يتم تنفيذ برنامج قومي لتوطين استنباط جديد أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج. واستمراراً لوجود الوزارة في ذلك، فقد وجهنا بدفع ودعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية والمبكرات النضج وقليلة الاحتياجات، تمشياً مع ما هو مستهدف في برامج الحكومة الحالي. وجاري الآن استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الاستراتيجية الآتية: فيما يخص محصول الخط، مستهدف استنباط وتسجيل عدد 2 صنف جديد، وذلك بهدف زيادة القيمة المضافة للقطن المصري خلال التوسع في الصناعات التحويلية، والذي ينعكس إيجابياً على سعر قنطار القطن، مما سوف يشجع المزارعين على التوسع في زراعته. بالنسبة لمحصول القمح، جاري استنباط وتسجيل عدد 7 أصناف جديدة للوصول بإنتاجية الفلاح إلى 25 أردب، منها 2 صنف جديد تماماً تحت التسجيل، علما بأن مصر تحتل المركز الخامس عالمياً في الإنتاجية بالنسبة للوحدات المساحة المحصولية للقمح. بالنسبة لمحصول الأرز، جاري استنباط وتسجيل عدد 4 أصناف جديدة قليلة الاحتياج للماء لزيادة إنتاجية الفدان إلى 5 طن، وذلك دعماً لسياسة ترشيد مياه الري لزراعة الأرز. وبخصوص محصول الذرة البيضاء والصفراء، جاري استنباط وتسجيل 7 هجن جديدة للوصول بإنتاجية الفدان إلى 30 أردب. بالنسبة لمحصول الفول البلدي، جاري استنباط وتسجيل 5 أصناف جديدة مقاومة للهلوك متحملة للأمراض بإنتاجية تزيد عن 10 أردب للفدان. كما تستهدف خطة الوزارة استنباط وتسجيل أصناف أخرى لبعض المحاصيل، مثل 5 أصناف تتحمل الملوحة والجفاف، وعدد 2 صنف جديد من محصول البصل ذات المواصفات التصديرية، ومحاصيل الأعلاف 3 أصناف جديدة من البرسيم المصري، فضلاً عن استنباط وتسجيل عدد 6 أصناف جديدة من المحاصيل الزيتية، مثل الفول السوداني، عباد الشمس،
السمسم، الكتان. وفي مجال التوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة. وبالنسبة لتوفير التقاوي المعتمدة، تلاحظ أن هناك بعض المشكلات المتعلقة بعمليات الإكسار في محطات الغربلة والتخزين وتوفير الكميات من التقاوي جيدة لتغطية كافة المساحات المستهدفة للمحاصيل الاستراتيجية. وفي هذا الخصوص تستهدف تطوير محطات الإعداد والغربلة والتوسع في إنتاج التقاوي المعتمدة، خاصة في المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح، الذرة، القطن، الأرز، فول الصويا خلال السنوات القادمة. تم التوجيه للمختصين بضرورة تكثيف العمل على توفير التقاوي المعتمد لزيادة نسبة التغطية لمساحات المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى توفير التقاوي لكافة المساحات الجديدة للمشروعات القومية لاستصلاح الصحراء، وذلك بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. تم توجيه المختصين بالعمل على توفير فوائد من التقاوي المعتمدة للتصدير للدول العربية، وقد تم بالفعل توفير 440 طن من تقاوي القمح والذرة خلال الفترة لبدء في التصدير لاكتساب العملة الحرة. تم التوجيه بتجهيز وتوفير التقاوي للموسم الشتوي 24-25 لمحاصيل القمح، البرسيم، الفول البلدي، الشعير من الأصناف عالية الإنتاجية، وتحقيق العدالة في التوزيع على المزارعين بجميع المنافذ الخاصة بوزارة الزراعة بالمحافظات قبل موعد الزراعة بوقت كافي، مع مراعاة السياسات الصنفية المعلنة من مراكز البحوث الزراعية. بالنسبة لتنفيذ البرنامج الوطني لتقاوي الخضر من المستهدف خلال السنوات الثلاث القادمة، التوسع في توطين إنتاج تقاوي الخضر محلياً، وجري اتخاذ إجراءات التواصل والتفاوض مع بعض الجهات والشركات الأجنبية للإنتاج المشترك لتقاوي محاصيل الخضر. وبالفعل تم تكليف المسؤولين عن هذا الملف للتواصل مع أفضل الشركات العالمية المتخصصة في مجال انتقال إنتاج التقاوي الخاصة بالخضر، وذلك للتعاون في مجال إنتاج الهجن من الطماطم، الخيار، الفلفل كمرحلة أولى، وجري استكمال البروتوكول الخاص بالتعاون في مجال التوسع في نشر الممارسات الزراعية والميكنة الحديثة. تستهدف خطة الوزارة التوسع في استخدام الميكنة الحديثة وطرق الزراعة على المصاطب والتسوية بالليزر وتحسين التربة في الأرض التي تنزرع بالمحاصيل الاستراتيجية للوصول بتقديم هذه الخدمات والتوسع فيها على امتداد ما يزيد عن 1 مليون فدان في الأرض القديمة خلال الثلاث سنوات القادمة، دعما للمزارعين مع توفير هذه الخدمات للشركات القطاع الخاص. وحيث تقوم الوزارة بتوفير المعدات والآلات الزراعية سواء للمناطق المستصلحة أو لصغار المزارعين بمناطق الوادي والدلتا، وحيث تم الحصول على التمويل من الاتحاد الأوروبي لتنفيذ مشروع تطوير نظم استخدام الميكنة الزراعية بكل من محافظتي المنيا والفيوم، وإنشاء محطة للميكنة الزراعية الحديثة بمنطقة تشكى الخير لخدمة المناطق الزراعية الكبيرة خاصة المستهدف زراعتها بالمحاصيل الاستراتيجية، وجري التوسع في إجراءات الميكنة الزراعية. ثالثاً، دعم منظومة الزراعات التعاقدية وتطوير الجمعيات الزراعية. تستهدف خطة الوزارة خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقيات الزراعات التعاقدية القديمة بالدلتا والوادي كآليات للتغلب على مشاكل تفتيت الحيازات وتنفيذ زراعات تجميعية وتطوير التسويق التعاوني، وذلك بغرض دعم الفلاح وزيادة الدخل من الإنتاج الزراعي. من خلال متابعتي عن كثب لهذا الملف الهام، تبين أنه قد سبق صدور القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2014 بإنشاء صندوق التكافل الزراعي بهدف تغطية الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية وغيرها من مخاطر الآفات التي تتعرض لها المحاصيل الزراعية والحد من أثرها، بما يحقق المحافظة على مستوى الدخل للمزارع. واستكمالا لهذا، فقد صدر قرار معالي دولة رئيس الوزراء رقم 2244 لسنة 24 بتشكيل مجلس إدارة صندوق التكافل الزراعي وتفعيله، وقد تم بالفعل إطلاق التنفيذ التجريبي في محصول فول الصويا وعباد الشمس. وخلال الشهور القادمة تم التنسيق مع وزارة التموين والسادة رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب والشيوخ، وذلك بشأن الوقوف على الأسعار المناسبة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية والإعلان المبكر على أسعار الضمان قبل الزراعة بوقت كافي للمحاصيل التعاقدية. قد تم الاتفاق
على زيادة الأسعار على النحو التالي: سعر ضمان الاستلام قصب السكر 2500 جنيه، سعر ضمان الاستلام طن البنجر 2400 جنيه، سعر ضمان الاستلام أردب القمح 2200 جنيه، تنفيذ سعر الضمان لاستلام قنطار القطن طويل التيلة 12000 جنيه، تنفيذ سعر الضمان لاستلام قنطار القطن متوسط التيلة 10000 جنيه. وهذه الإجراءات التي تم اتخاذها تؤدي إلى تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، زيادة إنتاجيتها، تقليل الاستيراد من الخارج، وفي إطار تعزيز الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في هذا المجال، فقد تم توقيع بروتوكول ثلاثي مع أحدى كبرى الشركات الخاصة والبنك الزراعي المصري والوزارة لتفعيل الزراعة التعاقدية من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المطورة بعدد 100 جمعية، وتوفير الإرشاد والتدريب لتسويق المنتجات الزراعية للقطاع الخاص الذي سيتولى تصنيعها وتصديرها للخارج بالكامل، مما يوفر قيمة مضافة للمنتجات الزراعية وزيادة دخل المزارعين والدخل القومي. رابعاً، تطوير خدمات الإرشاد الزراعي. استهدفت الوزارة في خطتها خلال الثلاث سنوات القادمة تطوير منظومة الإرشاد الزراعي والرقمي، وتطوير تفعيل المراكز الإرشادية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وإنشاء منصات إرشاد إلكتروني، وتطوير القدرات الاتصالية لتواكب التحول الرقمي في الإرشاد الزراعي، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني لتقديم الخدمات الإرشادية المتميزة. وخلال الثلاث شهور الماضية تم التوجيه بتكوين مجموعات وفرق عمل إرشاد زراعي من الباحثين بمراكز البحوث الزراعية في كافة التخصصات للتواجد بصفة مستمرة في المراكز الإرشادية لتقديم الخدمات والدعم الفني للمزارعين، والتواجد في الجامعات التعاونية الزراعية وتنفيذ حقول نموذجية وإرشادية ومدارس حقلية وعقد ندوات إرشادية متخصصة للزراعات الموجودة بزمام كل محافظة. وخلال هذه الفترة تم تشغيل وتفعيل عدد 193 مركز خدمات زراعية بقرى حياة كريمة على أحدث مستوى في 19 محافظة، حيث تم تنفيذ 3000 حقل إرشادي، 146 ندوة إرشادية للمحاصيل الاستراتيجية، 101 يوم حقلي، عدد 38 يوم حصاد، عدد 78 مدرسة حقلية، عدد 5 حملات قومية للمحاصيل الاستراتيجية، وذلك لتوعية ورفع مهارات العديد من صغار المزارعين في ربوع مصر في تطوير مجال تطبيق أفضل الممارسات الزراعية الحديثة بغرض زيادة الإنتاجية للمحاصيل وترشيد مياه الري، مع استمرار أجهزة الوزارة في توفير خدمات الإرشاد الزراعي والتواجد وسط الحقول مع المزارعين. تم إطلاق حملات توعية بإرشاد المزارعين بأهمية ترشيد استخدام المياه في الزراعة، كما تقوم الوزارة بتنفيذ العديد من برامج التوعية الإرشادية في المجالات الزراعية المختلفة. وكان من أهم اهتماماتنا إنشاء غرفة عمليات مركزية خاصة بمنظومة قش الرز في ديوان عام الوزارة للتنسيق مع غرفة العمليات ومديريات الزراعة في المحافظات، مع إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل العاملين في المنظومة لسهولة وسرعة التواصل معها ليلاً ونهاراً، وذلك للتعامل الفوري مع أي حالات حرق لقش الرز، لتحرير محاضر مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين بالتنسيق مع وزارة البيئة. وقد نجحت جهود وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة البيئة في الحد من مخاطر السحابة السوداء، وذلك خلال فترة حصاد الرز 24، حيث تمت متابعة حصاد محصول الأرز في حوالي 87% من المساحات المنزرعة، حيث تم تنفيذ ما يقرب من 1800 ندوة إرشادية بالمحافظات. نتج عن ذلك اقتناع المزارعين بإعادة تدوير قش الرز، وتم الوصول لإنتاجية 16000 طن من الأسمدة العضوية، ويتم حالياً بالتنسيق مع الوزارة ووزارة البيئة والتنمية المحلية وضع استراتيجية متكاملة مع المخلفات الزراعية لتعظيم الاستفادة منها، ترشيد استخدام المياه. تستهدف خطة الوزارة التوسع في تطوير الممارسات الزراعية المرشدة لاستخدام المياه الري، ومنها العمل على تطويل المراوي والمساقي، ومستهدف تنفيذ عمليات تطهير بطول 30000 كيلو متر بالقرى، وقد تم بالفعل البدء في تطهير 2300 كيلو متر،
خلال 3 أشهر الماضية تحت الإشراف المباشر لنا من خلال جهاز تحسين الأراضي التابع للوزارة وبالتعاون مع وزارة الموارد الري، جري العمل على تحويل 325 ألف فدان لزراعات قصب السكر بصعيد مصر لنظم الري الحديثة، وذلك لزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد من الري بالتنسيق مع وزارة الري. سادساً، دعم منظومة التحول الرقمي فيما يخص التطبيقات المعلوماتية والتحول الرقمي. ففي خلال 3 سنوات السابقة تم إنشاء وحدة متخصصة للتحول الرقمي بالوزارة، وعند متابعتنا لهذا الملف تبين بعض المعوقات التي أثرت على تنفيذ المهام بكفاءة عليها، مما تطلب دفع التعاون مع وزارة الاتصالات للتوسيع في استخدام التكنولوجيا والتعاون مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة لتنفيذ التكليف الرئاسي. فقد تم إنشاء شركة للتحول الرقمي لإدخال البيانات الرقمية من حصر المساحة المنزرعة في مصر وتدقيق الحيازات، بما يضمن وجود نواة لقائمة بيانات موحدة في مجال الزراعة والري وضمان تحقيق الحصر الدقيق للموارد الزراعية والاستخدامات والتنبؤات بالمشاكل والعمل على حلها بشكل استباقي. وسوف يتم إطلاقها تحت اسم ديجيتال تري. تم ميكانة عدد 5 خدمات زراعية إلكترونية وإطلاقها على بوابة مصر الرقمية بهدف التسهيل على المزارعين. وتم بالفعل ميكانة خدمات الحجر الزراعي وقطاع الإنتاج الحيواني والإدارة المركزية للمحاصيل البستانية، وأيضا خدمات المعامل المرجعية وجري التوسع في باقي الخدمات. بلغ إجمالي الحيازات المسجلة على المنظومة 5.6 حيازة. ومراجعة هذه الملفات مع القائمين على المنظومة تبين أن الأمر يتطلب تدقيق أكبر ومطابقة عدد الحيازات مع الواقع الفعلي، وهذا ما سوف يتم تفعيله من خلال دور الشركة التحول الرقمي بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر. قد تم التوجيه بإدراج باقي المساحات التي كانت خارج المنظومة خلال الشهور الماضية، وتم الانتهاء من إدراج 100 ألف فدان وجري استكمال الإجراءات الخاصة بذلك. ولتعظيم الاستفادة المزارعين من تطوير الجمعيات الزراعية بالقرى، فقد تم التعاقد مع 300 جمعية زراعية لتنفيذ إجراءات السداد الإلكتروني من خلال مكن البي او اس. وحديثاً تم التنسيق مع البنك الزراعي المصري في توفير البرامج التمويلية ليتم طرحها عن طريق كارت الفلاح وتخصيص جزء منها لشراء مستلزمات الإنتاج الزراعي وجري تجهيز نافذة بنكية داخل الجمعيات الزراعية المطورة لتقديم خدمات الشمول المالي للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري وبعض البنوك الأخرى وبتنسيق مع البنك المركزي في مجال إدارة الأصول. فقد تلاحظ في التقارير الواردة من المسؤولين بالوزارة بوجود عدد من الأصول غير مستغلة والتي يمكن الاستفادة منها وإدرار أرباح للدولة المصرية، وعليه فقد أصدرت الأوامر بسرعة إنشاء شركة لإدارة الأصول وزارة الزراعة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر. وقد تم تأسيس الشركة بالفعل وجري متابعة عملها في إدارة واستغلال الأصول من خلال إضافة الإمكانيات والأدوات والتكنولوجيا التي تمكنها من الدخول في مجالات استثمار ومجالات استراتيجية تعم على الدولة بحسن استغلال الأصول المتاحة. ثامناً، التوسع في منظومة دعم الفلاح فيما يخص منظومة توزيع الأسمدة. تعرضت الدولة المصرية بسبب الأحداث الجيوسياسية المحيطة بانقطاع توريدات الغاز للمصانع خلال شهر مايو ويونيو، مما أثر سلباً على الإنتاج الكلي للأسمدة، وبالتالي نقص كميات الموردة لصالح وزارة الزراعة، حيث بلغت جملة ما تم توريده من الأسمدة المدعمة من بداية الموسم الصيفي 24 وحتى نهاية الموسم حوالي 1.1 مليون طن من إجمالي 1.6 مليون طن بنسبة 68% من إجمالي حصة الوزارة. إلا أنه في ظل الجهود المبذولة من أجهزة وزارة الزراعة، فقد تم الانتهاء من الموسم الصيفي الماضي دون حدوث خسائر على الإنتاج الزراعي والمزارعين، وذلك نتيجة التوجيهات الحاسمة والصارمة للمسؤولين بتطبيق سياسة العدالة في توزيع الأسمدة على كافة المزارعين
بحوالي نسبة 80%، حيث تم استخدام المخزون الاستراتيجي بالجمعيات الزراعية وصرفه من خلال الجمعيات خلال هذه الأزمة، ومن خلال توجيهاتنا بالتشدد على منع الصرف الورقي للأسمدة المدعمة وضرورة التوزيع باستخدام منظومة كارت الفلاح حفاظاً على وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها، حيث تم تزويد الجمعيات الزراعية ونافذ التوزيع بعدد 5827 نقطة بي او اس وعدد 5752 جهاز تابلت لتغطية مساحة 8.2 مليون فدان، والتي تم اعتمادها على المنظومة. جاري تنقية السجلات الزراعية من الحيازات الوهمية على مستوى الجمهورية وعلى مستوى المحافظات، والضرب بيد من الحديد للمخالفين في تنفيذ التعليمات واتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن. وبشأن إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة عليها، يتم متابعة حركة تداول الأسمدة من لحظة خروجها من المصانع إلى أماكن التخزين وحتى الوصول إلى الفلاحين، مروراً بالجمعيات الزراعية وتقنين وتنظيم إجراءات صرف الأسمدة باستخدام كارت الفلاح، فضلاً عن متابعة حركة الأسمدة على المستويات الإدارية المختلفة بالدولة، وزارة، محافظات، مديريات، إدارة، لحظة بلحظة من خلال الربط على مؤشرات المنظومة الرقمية وبالتنسيق مع المحافظين. بالإضافة إلى ذلك، وفي ظل مجهودات الوزارة المستمرة لتطوير منظومة الأسمدة المدعمة وضمان لوصول الأسمدة المستحقيها، فقد تم التوجيه بتعديل وتحديث المنظومة بدءاً من الموسم الشتوي الحالي 24-25، وبالتنسيق مع الشركة المنفذة تم تفعيل عقد الاجتماعات الدورية للجان التنسيقية للأسمدة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 24 بمشاركة كافة الجهات المعنية بالوزارة، ممثلي قطاعات التوزيع، الائتمان، إصلاح، استصلاح، الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، شركات الأسمدة، والمتابعة الدورية لموقف الأسمدة وتزيل أي عقبات طرأت خلال الموسم، والتنسيق مع شركات الإنتاج في مجال إعداد الخريطة السمادية، وهذا أمر هام جداً وفقاً والتغيرات المناخية الحالية. فمن المستهدف إنشاء قاعدة بيانات لخصوبة الأرض الزراعية بغرض إعداد خريطة سمادية تساعد على تحديد الاحتياجات الفعلية من الأسمدة، وبالتالي ترشيد استخدام الأسمدة. تم جمع وتحليل ومراجعة بيانات الأرض المدروسة في 12 محافظة حتى الآن، وإدخال هذه البيانات على البرنامج المخصص لإنشاء الخريطة السمادية وجري استكمال باقي المحافظات. وفيما يخص المبيدات والرقابة عليها، فقد قامت الوزارة بالإجراءات التالية: تم التوجيه بضرورة عدم تسجيل أي مبيد إلا بعد التجربة الحقلية تحت الظروف المصرية والأجواء المصرية وإجراء مطابقة للمواصفات العالمية والتأكد من خلوها من الكيميائيات والشوائب المصاحبة مع قياس مدى الأمان على صحة الإنسان والبيئة المصرية قبل استخدامها. قد تم شن حملات للرقابة على المبيدات المتداولة بالأسواق، فنتج عنها 157 محضر مخالف وضبط 65 طن مبيدات غير مطابقة للمواصفات وممنوعة من التداول خلال 3 أشهر الماضية. جاري تنفيذ خطة الوزارة لخفض مستوى استهلاك مصر من المبيدات الكيماوية واستبدالها بالمبيدات الحيوية، بحيث يتم تخفيضها بنسبة 50% مع حلول عام 2030. وعملاً على زيادة الدور الإرشادي فيما يخص تداول المبيدات، فقد تم إصدار كتاب التوصيات الفنية لمكافحة الآفات الزراعية هذا العام 2024، ولأول مرة يتم طباعة وتوزيع أكثر من 5000 نسخة مجانية على الجمعيات التعاونية الزراعية، بالإضافة إلى إتاحة نسخ إلكترونية. كما وجهنا باستمرار تنفيذ البرنامج الوطني لرصد مطبقيات المبيدات في الخضار والفاكهة بالأسواق المحلية وإجراء التحليلات المطلوبة بمعامل الوزارة للتأكد من النسب المسموح بها للتداول والاستهلاك، وذلك حرصاً على صحة الإنسان، وكذلك تشديد الإجراءات الرقابية لمنع الغش وتريب المبيدات بالتعاون مع الجهات ذات الصلة. وفي مجال مكافحة الجراد ودودة الحشد، خلال 3 أشهر الماضية لم تسجل أي أسراب جديدة من الجراد، مع ثبات إجمالي عدد الأسراب منذ بداية وجود الأسراب في 14/1/24 حتى تاريخه. الحالة العامة في الوقت الحالي لأسراب الجراد هادئة، ومع بدء موسم التكاثر الشتوي بمناطق تكاثر الجراد في البلدان
المجاورة السودان، اليمن، السعودية، أريتريا، من المتوقع أن يكون مبكرا بسبب التغيرات المناخية، وقد تم التوجيه برفع حالة استعداد القوسو في مناطق ساحل البحر الأحمر ووادي النيل. أما بالنسبة لدود الحشد فقد تم رصد إصابات وبؤر محددة خلال الموسم الصيفي 24 في مساحات تجاوزت 870 فدانا، وتم تنفيذ أعمال المكافحة بها مع تنفيذ الإجراءات الوقائية لمساحات 150 ألف فدان منذ بداية الموسم. تاسعا، دعم إجراءات الإصلاح التشريعي والمؤسسي، جاري إعادة هيكلة التعاونيات ودراسة قانون التعاونيات رقم 122 لسنة 1980، والذي تم تعديله عام 81 وعام 14، وتعديله بالشكل الذي يضمن تعظيم الخدمات التي تقدمها الجامعات الزراعية للمزارعين والفلاحين على رأسها الإرشاد الزراعي والتسويق التعاوني، وكذلك مستلزمات إنتاج الزراعي ومدخلات الأسمدة والمبيدات الموثقة والتقايم المحسنة ومكافحة الآفات الزراعية وتنظيم الدورات الزراعية من أجل زيادة الإنتاجية وتحسين دخل صغار المزارعين. تحديث القانون الزراعي رقم 53 لسنة 66، والذي لم يتم تطويره أو تعديله لعقود طويلة يتواكب مع المتغيرات والمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، ويحقق طموح المشتغلين بقطاعات الزراعة ويحافظ على الرقعة الزراعية ويرفع حجم التصدير. عاشراً، إجراءات تحسين مناخ الاستثمار في قطاع الزراعي. يتضمن قطاع الزراعي عدة من الفرص الاستثمارية، سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح الأراضي الصحراوية التي تبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي، وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية منتجات الألبان وتصنيعها، حيث عرضت الوزارة في عدة من اللقاءات على المستثمرين من القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات، أولاً الإنتاج الحيواني السمكي الدجني، وقد تم الإعلان على مواقع الهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار الزراعي. تضمنت هذه الفرص كثيراً من الأنشطة مثل الثروة الدجنية، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية لعدد 38 منشأة في مجال الإنتاج الدجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من إنفلونزا الطيور في مجال تسمية الدواجن، المجازر وغيرها. فقد تم الإعلان مؤخراً على مواقع هيئة الاستثمار عن فتح آفاق الاستثمار لعدد 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالزراعي الصحراوي بعدد 4 محافظات: الأقصر، قنا، الوادي الجديد، شمال سيناء. كما توجد أيضاً فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها، خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، وحيث صدر قرار مجلس الوزراء بشأن طرح عدد 21 موقع للاستزراع السمكي، منهم عدد 12 موقع بالبحر المتوسط وعدد 9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي والأقفاص البحرية. ويستدعم وزارة الزراعة هذه المشاريع بكل ما لديها من خبرات وتقنيات علمية. 11. تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات. استمرار لجهود الوزارة وتنفيذ التوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بشأن دعم التوسع في تنمية الثروة الحيوانية وتحسين السلالات. فقد استهدفت خطة الوزارة للثلاث سنوات القادمة تنفيذ عدة برامج فرعية تهدف إلى زيادة إنتاجية اللحوم والألبان خلال الثلاث أشهر الماضية. تم إنجاز الآتي: أولاً، التوسع في المشروع قومي للبتلو، حيث تم تمويل 487 مستفيد بتمويل قدره 413 مليون جنيه لتربية وتسمين عدد 4820 رأس ماشية، يصبح إجمالي التمويل حتى تاريخه 8.9 مليار جنيه. استفاد منها 44 ألف مستفيد من صغار المزارعين لتربية وتسمين 510 ألف رأس. تم إصدار تراخيص تشغيل لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والدجنية بإجمالي 3780 رخصة تشغيلية، منها 2100 رخصة لصغار المربيين. كما تم توفير التمويل بقيمة 139 مليون جنيه لاستيراد 900 عجل عشار لصالح 95 مستفيد من صغار المربيين من خلال إحدى الشركات الكبرى التي تتولى توفير الرعاية البيطرية واستلام الألبان
من المنتجين من صغار المزارعين. أيضا تم توفير القصيبات من السلالات عالية الإنتاجية، تلقيح السلالات المحلية لدى صغار المربيين، وتوفير احتياجات التلقيح الاصطناعي، حيث بلغت إنتاجية القصيبات خلال الثلاثة شهور الماضية عدد 400,000 قصيبة تم استخدامها في التلقيح الاصطناعي بغرض تحسين السلالات المحلية وزيادة الإنتاجية. وخلال هذه الفترة تم تدريب عدد 130 متدرب جديد في مجال التلقيح الاصطناعي موزعين على القرى بمحافظات الجمهورية، ونستهدف زيادة مضاعفة هذه الأعداد. كما تمت زيادة الطاقة الإنتاجية للقاحات البيطرية للسيطرة على الأمراض، حيث بلغ الإنتاج خلال الثلاث أشهر الماضية من العام الحالي 65 مليون جرعة. وحفاظاً على رؤوس الصلوة الحيوانية من الأبقار، الجاموس، الأغنام، الماعز، وقد تم تنفيذ الحملات القومية للتحصين ضد الأمراض الوبائية، الحمى القلعية، حمى الوادي المتصدع، طاعون، جدري الأغنام، بعدد 7 مليون جرعة خلال الثلاث أشهر الماضية. تم تنفيذ عدد 980 قافلة بيطرية علاجية مجانية، وتم علاج وفحص 425,000 رأس ماشية خلال الثلاث شهور الماضية. تم توفير مبلغ 10 مليون جنيه لتنفيذ عدد 400 قافلة طبية بيطرية مجانية بالقرى الأكثر احتياجاً. تم إصدار موافقات استيرادية للحيوانات الحية والمنتجات ذات الصلة بإجمالي 3,564 موافقة. ونظراً لتعثر بعض أصحاب مراكز تجميع الألبان المطورة من القطاع الخاص، فقد تم الدعوة لعقد اجتماع معهم وممثلي البنك الزراعي المصري، وتم دراسة كافة المعوقات والتواصل مع البنك الزراعي المصري لحلول ميسرة لحل الأزمة التي يواجهها مراكز تجميع الألبان. ثالثاً، سبل زيادة الصادرات للمنتجات الزراعية في مجال تدعيم الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للإنتاج الزراعي. نجحت الوزارة في الثلاث شهور الماضية في افتتاح أسواق جديدة مثل سوق الصين أمام الرمان المصري، وأخيراً سوق كوستاريكا أمام البصل الطازج، علماً بأنه تم تصدير أكثر من 405 منتج زراعي إلى أكثر من 160 دولة، مما ترتب عليه حدوث تقدم كبير في الصادرات الزراعية، حيث وصل حجم الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تجاوزت 4.1 مليار دولار، بما يعادل 205 جنيه علاوة على 205 مليار جنيه علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة، والتي تبلغ قيمتها 5.1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه. وبذلك تكون إجمالي الصادرات المصرية طازجة ومصنعة 9.2 مليار دولار. جري التفاوض على عدد خمس دول مع عدد خمس دول لفتح أسواق تصديرية جديدة لنفاذ عدد أربع محاصيل، وهي فنزويلا أمام الفاصوليا المصري، نيوزيلندا وفيتنام أمام العنب المصري، ماليزيا أمام المانجو، كوريا الجنوبية أمام البصل. ومن أهم الصادرات الزراعية المصرية منها الموالح، البطاطس، البصل الطازج، العنب، الفاصوليا، البطاطا، المانجو، الفراولة، الرمان. تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلال هذه المنصة، لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية بالتنسيق مع بعض المؤسسات الدولية. التصدي لتحديات الشحن الجوي سواء كانت نتيجة عدم توافر فراغات بالشحن الجوي أو ارتفاع أسعار الشحن الجوي بشكل كبير، وإلغاء أي قيود على عمليات الشحن سواء كانت قيود إجرائية أو رسوم تفرض على طائرات الشحن الأجنبية التي تهبط بمطار القاهرة لنقل الحاصلات الزراعية الطازجة في أوقات الذروة التصديرية في الفترة من شهر نوفمبر وحتى شهر يناير من كل عام، وجاري عقد الاجتماعات مع المختصين لتذليل هذه العقبات. دعم قطاع النباتات الطبية والعطرية، والذي يعتبر من القطاعات التصديرية الواعدة، حيث أنه يعتمد بشكل كبير على إنتاج صغار المزارعين، والذي تتركز زراعته في صعيد مصر، الأمر الذي يتطلب توفير الدعم الفني والميكنة الزراعية وإنشاء مراكز تجميع وتكفيف المنتجات وفرزها وتعبئتها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية
وخلوها من العيوب والملوثات، تحديد الأصناف التي تزرع بغرض التصدير في مصر، وذلك من خلال إنتاج الأصناف المرغوب فيها عالمياً والتي تكون مبكراً أو متأخرة في النضج ولها مواصفات تتحمل عمليات الشحن والتخزين بهدف تلبية رغبات المستوردين. ولعل أفضل مثال على ذلك التوسع في زراعات الأصناف الجديدة من محصول العنب، والتي أدت إلى زيادة الكميات المصدرة من هذا المحصول في العام الحالي بكميات تقدر بمئة ألف طن مقارنة بما كانت يتم تصديره منذ 10 أعوام. كما أننا نشجع على التزامنا بتطبيق قواعد وقوانين الملكية الفكرية، وذلك بهدف تشجيع الشركات العالمية المنتجة للأصناف عالية الجودة بعرض أصنافها الجديدة بالسوق المصري ودون الخوف من القرصنة والتعدي على حقوق الملكية الفكرية. إحكام الرقابة على عمليات تداول واستخدام المبيدات، ونقترح على مجلسكم الموقر دراسة سن تشريع لتطبيق عقوبات رادعة على المصدرين المخالفين بالصورة التي تسيء لسمعة الصادرات المصرية الزراعية. تعمل الوزارة على التوسع في منظومة تكويد المزارع التصديرية لتشمل غالبية المحاصيل التصديرية لاكتساب الثقة في المنتجات المصرية بالأسواق العالمية، وحيث أن المنتجات المكودة التي لها شهادات تتبع تتمتع بثقة في جميع الأسواق العالمية. كما نجحنا في رفع الحظر عن جميع الحاصلات الزراعية المصدرة إلى بعض دول الخليج العربي، ورفع قيود والفحوصات الإضافية التي كانت مفروضة من قبل دول الاتحاد الأوروبي على صادراتنا من العنب والفراولة. وأعتقد أنه لا يوجد خلال الفترة الحالية أي قيود أو أي حظر على المنتجات الزراعية المصرية، وهذه شهادة يلمسها كل المصريين ويقدرون هذا الدور الوزارة. تم تشكيل لجنة من كبار المصدرين بالتعاون مع المجلس التصدير للحاصلات الزراعية تجتمع شهرية لدراسة زيادة تنافسية الصادرات وحل أي معوقات تواجههم وإنفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية. رابعاً، آليات حماية الأرض الزراعية. منذ تولينا المسؤولية في 3 يوليو 24 تم التوجيه وتكليف المسؤولين عن حماية الأراضي في كافة المديريات الزراعية بالمحافظات لتكثيف العمل وبذل الجهود للاستمرار في التصدي للتعديات الزراعية مع إزالتها ومصادرتها ومصادرة المعدات والأدوات التي يتم استخدامها. وخلال 3 أشهر الماضية تم رصد عدد 20 ألف حالة تعدي، وتم إزالة 17 ألف حالة تعدي منها، وجرينا هو إزالة 3 آلاف حالة تعدي على الأرض بالمحافظات. وفيما يلي نعرض على سيادتكم آلية حماية الأراضي وتحصيل مستحقات الدولة. الاشتراك مع أجهزة الدولة المختلفة في الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنها وزارة الداخلية، التنمية المحلية، الإسكان، التموين، التجارة الداخلية. الاشتراك مع كل من وزارة الداخلية والتنمية المحلية في تنفيذ حملات الإزالة، وكذلك التنسيق مع وزارة التنمية المحلية في اتخاذ إجراءات رفع الدعم بكافة أشكاله من المخالفين المتعدين بالبناء على الأرض الزراعية، حيث أنه يتم إرسال بيانات المخالفين لرفع الدعم عنهم لحين إنهاء الإجراءات الخاصة بالقضايا المتداولة. وتقوم الوزارة بالاشتراك في لجان منع التعديات على الأرض الزراعية والصادر بشأنها قرار رئيس دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 533 لسنة 22 مختلف أنواعها، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية أو بإشراك الأجهزة التابعة لها بالمحافظات مع باقي الأنواع من اللجان. كما تقوم الوزارة بالاشتراك مع الجهات المعنية المختصة في إصدار العديد من التشريعات التي من شأنها حظر التعدي على الأرض الزراعية بكافة الأوجه، ومنها إجراء بعض التعديلات على قانون الزراعة رقم 53 لسنة 66 وتعديلاته، وآخرها قانون رقم 164 لسنة 2020 والذي جرم التعدي على الرقعة الزراعية ويغلظ العقوبة، حيث يعاقب القانون كل من يخالف أحكام المادة 152 من قانون الزراعة، وذلك بالحبس لمدة لا تقل عن 2 سنين ولا تزيد عن 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه. في مجال رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة،
أولاً الإصلاح الزراعي وهي التأمين، فقد استطاع الإصلاح الزراعي نهو إجراءات عدد 867 من العقود المؤمنة، وتم تسليم 250 عقد مؤمن، وجري تسليم باقي العقود، ويتم تنفيذ الإجراءات من خلال تشكيل لجان لتسليم المستفيدين بالانتقال لأماكن تواجدهم، وتم توجيه المسؤولين بالهيئة العامة للمشروعات التعمير بزيادة ساعات العمل بالهيئة لنهو إجراءات العقود، وتم تسليم أكثر من 10,000 عقد مؤمن، ونتيجة لذلك تم ارتفاع معدل التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت المتحصلات إلى 550 مليون جنيه خلال 3 أشهر، ونأمل في تحقيق أعلى معدلات من التحصيل خلال العام المالي الحالي، علماً بأنه قد تقدم بطلبات تقنين أوضاع لواضع اليد بعدد 300 طلب تقنين بإجمالي متحصلات 90 مليون جنيه للإصلاح الزراعي، وجاري بحث هذه الطلبات. في مجال تهدئة الأسعار، تم عقد اجتماعات مع الاتحاد العام لمنتجي الدواجن للسيطرة على ارتفاع الأسعار والحد منها، حيث تم الاتفاق على قيام الاتحاد بتوفير بيض المائدة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين بأسعار مخفضة. قد قامت الوزارة بتوفير السلع والمنتجات الغذائية من خلال تكثيف وزيادة القوافل والمنافذ المتحركة بالمحافظات بعدد 260 سيارة على مستوى المحافظات، في ظل المبادرات الرئاسية للتخفيف على كاهل المواطنين خير مزارعنا لأهالينا بداية إنتاجنا لأبنائنا، وذلك من خلال قطاعات الوزارة، حيث تم ضخ أكثر من 30,000 طبق بيض مختلف الأنواع بأسعار لم تتجاوز 140 جنيه، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة، بالإضافة إلى أكثر من 400 منفذ بالمناطق الحيوية بالمحافظات لتوفير المنتجات الغذائية الطازجة والزراعية للمواطنين بسعر التكلفة، ونظرا للتحديات والأزمات الاقتصادية التي أثرت على الإمدادات وتسببت في زيادة الأسعار في بعض المنتجات، ومنها ارتفاع أسعار الكتاكيت والبيض بزيادة غير مسبوقة، فقد تم دراسة أسباب هذه المشكلة، وتبين أن السبب ناتج عن أزمة في العملة الأجنبية خلال الفترات السابقة، والتي أدت إلى عدم استيراد العدد الكافي من الجدود والأمهات التي تنتج الكتاكيت، مع وجود استغلال من بعض وسطاء لهذه الأزمات رفع أثرها، ولذلك تدخلت الدولة وتم فتح استيراد الكتاكيت والبيض المخصص وبيض المائدة لزيادة المعروض وكسر الاحتكار. وبالفعل بمجرد البدء في اتخاذ هذه الإجراءات انخفضت الأسعار الكتاكيت بنسبة حوالي 40%، وسوف يتم انخفاض أسعار باقي المنتجات في خلال الفترة القادمة، ولذلك الوزارة بالتنسيق مع وزارة التموين في المتابعة الميدانية. خامساً، مجالات التعاون بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. استمرار التعاون بين الوزارة وجهاز مستقبل مصر في المجالات الزراعية المختلفة، ودعماً لجهود الدولة في التنمية الزراعية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري، فقد قمنا بدفع وتعزيز العمل المشترك لتحقيق المزيد من التعاون المثمر، ومن المستهدف خلال الفترة القادمة زيادة التعاون بين الوزارة والجهاز في 3 مجالات هامة وجديدة وهي كالآتي: أولاً، وفي أهم هذه المجالات، المجالات البحثية، التعاون البحثي مع كوادر الباحثين بمراكز البحوث الزراعية للارتقاء بمستوى الزراعة والتوسع الرأسي والأفقي للزراعة في مصر، التعاون في إنتاج تقاوي الإكسار للقمح لإنتاج أكبر كمية من التقاوي بما يساهم في زيادة الكمية المطلوبة للزراعة في جميع أنحاء الجمهورية وزيادة الرقعة الزراعية لمحصول القمح على وجه الخصوص، تنفيذ بروتوكولات تعاون مشتركة بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة للمتابعة والإشراف على التجارب الزراعية، مثل تجارب استنباط الأصناف لإنتاج الحبوب مثل الذرة الهجين الفردية والثلاثية، أصناف لإنتاج البذور مثل عباد الشمس وفول الصويا، تجارب زراعة الكتان، تحاليل التقاوي والأسمدة والمبيدات في المعامل المعتمدة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، التعاون مع مراكز بحوث الصحراء التابعة للوزارة لتفعيل التعاون المشترك مع دولة الصين لإنشاء مركز بحثي ليكون نواة للأبحاث الزراعية في
افريقيا. اعتماد نتائج بعض التجارب مثل الذره في ظروف زراعه غير اعتياديه للحصول على تقاوي اصناف ذات انتاجيه عاليه وبدء التوسع في زراعتها فعليا. ثانيا، التكنولوجيا الرقميه في الزراعه. تم تاسيس شركه ديجيتال سمارت تري للتحول الرقمي والجغرافي للزراعه في مصر. تختص الشركه باعمال الحصر والتصنيف والتحليل والمتابعه للارض الزراعيه والانشطه المتعلقه بها في جميع انحاء الجمهوريه. وتهدف الشركة إلى حصر وضبط إجراءات الحوكمة لحيازات زراعية وتدقيق تداول مستلزمات الإنتاج الزراعي، ري، أسمدة، مبيدات، تحديد زمامات زراعات المحاصيل على رأسها المحاصيل الاستراتيجية وتقدير الإنتاجية، تقدير الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ودعم متخذ القرار، تمكين وزارة الزراعة من وضع سياسات زراعية تحقق احتياجات السوق المحلي والتصديري، تحديد الاحتياجات المائية لكل زمام منزرع طبقاً للاحتياج الفعلي، سهولة عمليات النقل اللوجستية وبالأخص التخزين الاستراتيجي، سهولة تحديد وتوفير متطلبات التصنيع الزراعي وزيادة فرص التصدير، التعاون في مجالات الزراعة الذكية باستخدام طائرات الدرون واستخدام تكنولوجيا التحليل الطيفي والتحكم الآلي في عمليات رش المبيدات، تكامل قواعد البيانات الزراعية والأنشطة المتعلقة بالزراعة في منظومة موحدة تنفذها شركة التحول الرقمي، تعاون مديريات وإدارات وجمعيات وزارة الزراعة في إعداد وتأهيل البيانات المطلوبة لحصر الأراضي الزراعية في مصر وتحويلها رقمية وجغرافية، التعاون البحثي في تجارب استشعار عن بعد لحصر وتحديد مساحات الزراعات الاستراتيجية في جمهورية مصر العربية. ثالثا والأهم، تم تأسيس شركة ميجا أسيدز لإدارة الأصول، ومن المستهدف قيام هذه الشركة بإدارة أصول وزارة الزراعة لتعظيم القيمة المضافة منها والحفاظ على أعلى كفاءة لأصول وزارة الزراعة واستدامة للتشغيل وخلق موارد مالية للبحوث الزراعية. تم التوافق على إدارة تجمعات تنموية زراعية في شمال جنوب وجنوب سيناء بإجمالي عدد 17 تجمع، حيث يوجد في شمال سيناء 10 تجمعات بالإضافة إلى 7 تجمعات في جنوب سيناء بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر. وختاماً، فإنني أؤكد على أن الدولة المصرية لديها تصميم أكيد وعزيمة قوية على بذل كل الجهود وتهيئة كل العوامل التي تضمن نجاح هذا الفكر الاستراتيجي لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة للقطاع الزراعي في مصر من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة في المجالات الإدارية والعلمية. ونحن من جانبنا لن ندخر جهداً في سبيل تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنية والسمكية ودعم صغار المزرعين والمربين واستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها مع التواصل والتنسيق الدائم مع لجنة الزراعة والري والمجلس الموقر والسادة النواب لعرض المستجدات فيما يتحقق من إنجاز ملموس على أرض الواقع. معالي المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس الموقر، السادة النواب، وفي نهاية كلمتي أرجو أن أكون قد وفقت في عرض خطة وزارة الزراعة ضمن برنامج الحكومة وما يتحقق خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الحالي. ونؤكد لكم دائماً بأننا سوف نسعى بكل ما نملك لاستكمال تنفيذ محاور الخطة خلال الفترة القادمة بالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر في التنمية المستدامة للمشروعات التوسع الأفقي والأمن الغذائي، وسيكون هناك تنسيق تام مع لجان الزراعة والري بمجلسكم الموقر لعرض المستجدات وتحقيق إنجازات ملموسة على أرض الواقع بما يعود علينا بالخير. وفقنا الله جميعا في خدمة مصرنا الغالية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والسلام عليكم ورحمة الله. أتوجه بخالص الشكر والتقدير لسيادة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على بيانه الذي ألقاه أمام المجلس. والآن وعملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية للمجلس، هل توافقون حضراتكم على إحالة هذا البيان إلى لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية؟
موافقه.